السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف العاشر، تحية طيبة. وبعد، نواصل اليوم بإذن الله المسير والإبحار في مادة الدراسات الاجتماعية. تحدثنا في الحصة الماضية عن التصحر وعن خطر التصحر وعن أهم الأسباب التي تؤدي إلى التصحر، سواء كانت أسبابا بشرية أو أسبابا طبيعية. وتحدثنا أيضا عن أنواع التصحر، وتحدثنا عن دور سلطنة عمان في مكافحة التصحر. نتحدث اليوم عن درس جديد، ألا وهو درس الأعاصير المدارية. تعالوا بنا نتعرف اليوم على تعريف الأعاصير المدارية، وكيف تحدث، وأين تحدث، وأهم مناطق حدوث الأعاصير المدارية في العالم. أولا، علاقة الرياح بمناطق الضغط الجوي. هناك علاقة وثيقة بين الرياح والضغط الجوي، فنتيجة اختلاف مناطق الضغط الجوي تتحرك الرياح بين هذه المناطق، ودائما تتحرك الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط الجوي المنخفض. ويسأل سائل: وما هي الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف الضغط الجوي من منطقة إلى أخرى، فيكون في منطقة ضغطا جويا مرتفعا وفي منطقة أخرى ضغطا جويا منخفضا؟ نعم، هناك عدة عوامل تؤثر على تغيير مناطق الضغط الجوي. أولها وأهمها هو درجة الحرارة، ثانيا الارتفاع عن مستوى سطح البحر، وأيضا الموقع بالنسبة لليابس والماء. وترجع سرعة الرياح وتأثيرها إلى الفروق بين مناطق هذه الضغط الجوي. فلو كان الاختلاف بين منطقة الضغط الجوي المرتفع ومنطقة الضغط الجوي المنخفض اختلاف طفيف وبسيط، كانت الرياح خفيفة. أما لو زاد هذا الاختلاف وأصبحت منطقة ضغط جوي مرتفع ومنطقة ضغط جوي منخفض جدا، يؤدي ذلك إلى أن تكون الرياح سريعة، ولو صاحبتها أمطار غزيرة تسمى في هذه اللحظة إعصار أو عاصفة مطرية. تعالوا بنا نتحدث ونعرف الأعاصير ونشأتها. أولا، تعريف الإعصار. الإعصار هو عبارة عن رياح دوارة دائما تصحبها أمطار غزيرة. أين تنشأ؟ تنشأ دائما وعادة في البحار والمحيطات، ثم تنتهي في اليابسة. وللإعصار حركتين: الأولى حركة رياح دائرية حول محوره، وهذه الحركة تكون قوية جدا، تصل سرعتها إلى حوالي 450 كيلو متر في الساعة. هذه الحركة الأولى للإعصار. أما الإعصار فله حركة ثانية، وهي حركة إلى الأمام باتجاه اليابس أو باتجاه المياه الباردة، وتصل سرعته إلى حوالي 290 كيلو متر في الساعة. والأعاصير تعد من أعنف ظواهر الطقس وأقواها على سطح الأرض، وتنشأ الأعاصير نتيجة ارتفاع حرارة مياه البحر، فيسخن الهواء، فعندما يسخن هذا الهواء يخف وزنه وتقل كثافته، فيرتفع إلى أعلى ويحل محله الهواء البارد الأكثر كثافة. وبعد هذا الأمر تتكون دوامة من السحب الكثيفة تتحرك مع هذه الدوامة إلى الأمام بسرعة كبيرة إلى الأمام، وبعدها تسقط الأمطار الغزيرة. وتختلف تسمية الإعصار حيث مناطق وقوعه، فيسمى بأسماء مختلفة في المحيط الهندي وفي المحيط الأطلسي وأيضا في المحيط الهادي. تعالوا نتعرف على مقياس الأعاصير الدولي. نعم، مقياس الأعاصير الدولي
هناك خمس مقاييس للأعاصير. المرحلة الأولى أن يكون الإعصار خفيف، درجته واحد. هذه المرحلة تكون سرعة الإعصار فيه من 119 كيلو متر في الساعة ل 153 كيلو متر في الساعة، تكون قوته خفيف. هذه المرحلة. طيب، وما طبيعة الدمار والتأثير في هذه المرحلة؟ يكون الدمار عندما يكون الإعصار خفيف دمار بسيط للمباني غير الثابتة مع فيضان بسيط في الشواطئ واقتلاع للوحات الغير مثبتة جيدا. لاحظ أنه إعصار خفيف. أما الدرجة الثانية للإعصار أن يكون متوسطا، وهذا حينما تبلغ سرعته من 154 إلى 177 كيلو متر في الساعة. وما هي طبيعة الدمار حينما يكون الإعصار متوسطا؟ يحدث الدمار لشرفات المباني والأبواب والنوافذ مع أضرار كبيرة بالمساكن غير الثابتة وسقوط بعض الأشجار، وأيضا تتأثر بعض القوارب على الشاطئ. الدرجة الثالثة، وهنا دخلنا في القوة، دخلنا في التدمير، وهذه المرحلة وهذه الدرجة تكون فيه سرعة الإعصار من 178 كيلو متر في الساعة حتى 208 كيلو متر في الساعة، وهذه الدرجة نسمي الإعصار قوي. وهذه المرحلة لها طبيعة دمار مختلفة حينما يكون الإعصار متوسط، نعم، حيث يحدث دمار كبير لبعض المباني والمنشآت الصغيرة خاصة الغير ثابتة مع فيضان على الشاطئ. الدرجة الرابعة، حينما تبلغ سرعة الإعصار من 209 كيلو متر في الساعة حتى 251، ويصنف في هذه المرحلة بأنه قوي جدا، وهذا التأثير يكون بالطبع أكبر وأكثر، حيث يحدث انهيار كامل لجدران وشرفات المنشآت والمباني الصغيرة مع حدوث انهيارات في الشواطئ. الدرجة الخامسة، حينما يكون الإعصار عنيفا وتصل سرعته سرعة الرياح فيه ل 252 كيلو متر أو أكثر في الساعة، ومن طبيعة الدمار في هذه المرحلة في هذا الإعصار العنيف أن يحدث دمارا شاملا بالمنشآت والمباني وانهيار للمنازل والمصانع وأيضا احتراقها، كما تتسبب هذه الفيضانات في دمار واسع للأراضي ويتطلب الأمر عمليات لإجلاء السكان لتخليصهم من الآثار الناتجة وهذا الدمار الهائل الذي يلحق بهم. تعالوا بنا ننظر إلى رسم تخطيطي لحدوث الإعصار. هذا رسم تخطيطي لحدوث الإعصار. لاحظ معي بداية الإعصار عبارة عن رياح تتحرك إلى أعلى هذه الرياح، ثم تحدث الدوارة هذه أو الدوامة في عين الإعصار مرحلة الذروة، ثم يبدأ الإعصار في التحرك يمينا ويسارا، ثم ينتهي الإعصار بعد أن يكون دمر ما دمر. تعالوا نتحدث أيضا عن خريطة للعواصف المدارية في العالم، ونلاحظ أين أماكن وقوعها. تقع في المحيط الهندي، تقع أيضا في المحيط الهادي، وتقع حول المحيط الأطلسي. هذه هي أشهر وأهم العواصف المدارية في العالم، وإن شاء الله نكمل الدرس في الحصة القادمة. نتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس
وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.